هو عمليا نعم يمكن القول انهم يعرف هناك مناطق امنه، ولكن واضح بنفس الوقت يعني انه اسرائيل تستهدف في اي مكان يعني تطاله او تقصفه، تستهدف بشكل واضح، اصبح واضحا انها تستهدف فعلا حزب الله ومن يدور في فلكه. حتى الان رغم كل الاصابات، كل القصف اللي حصل في مناطق كما قلت مسيحيه وهي مفترض انها لا تكون ضمن الاهداف، ولكن لكن في هناك بعض المسؤولين والقياديين والناس المقربين من حزب الله يلتجئون الى اماكن اخرى. يعني مثلا امس مثلا حصلت قصه فعلا غريبه و يعني وخارقة الأعجاب، أنه على أوتوستراد بيروت طرابلس الدولي بارح صباحا البارحة كان هناك مسيرة، لاحقت هناك سيارة جيب على مدى مئات الأمتار مسافات على أوتوستراد، ضربتها أول صاروخ والثاني ولم تصبها، فحاول صاحب السيارة أن يصف سيارته على جانب الطريق ويهرب في قلب الشجر المحيطة بالأوتوستراد، ومع ذلك ضم المسيرة لاحقته وأصابته هو وزوجته، كانوا في السيارة وهربا، أصابتهما وقتلتهما. وتبين فيما بعد أنه واحد من مسؤولي الحزب في جنوب لبنان النبطية في الهيئة في المسؤول الأمني في الحزب. وأحداث أخرى مثلها هذه لافتة كانت الأمس، وأحداث أخرى في قسروان وغيره كذلك. الأهداف هي فعلا مع الأسف هي تستهدف دائما حدا له علاقة، حدا له علاقة في الحزب. لذلك الحرب تطال كل لبنان طبعا، ولكن بشكل يعني انتقائي محدود يعني، والدليل وعم بأكد إسرائيل تعلم كل التفاصيل مع الأسف عن لبنان وعن من يتحرك وعن حزب الله وأين يتواجد مسؤولوه وأين يلتقون وكيف يغيرون مواقعهم. مثلا حادث ضرب أيطو في شمال لبنان، أقصى الشمال فوق صغرتا، أيطو هي قرية يعني عادية شبه صغيرة، من 4 5 أيام صار هناك قصف ودمروا بناية مثل ما بكاملها، وتبين فيما بعد أنها تحوي هذه البناية عائلة قادمة من الجنوب، ومن ثم التحق بها أحد المسؤولين من الحزب وكان في حوزته كمية كبيرة من المال والذخيرة والسلاح إلى آخره. طيب، أمام هذه المعطيات، يعني اعذرني على المقاطعة هنا، وأمام ما تتفضل به، رغم ذلك لا يوجد تحقيق أهداف ملموسة من قبل إسرائيل في ظل هذه الحرب المشتعلة اليوم في لبنان، هل ما زال نستطيع أمام ما يتعرض له حزب الله من يعني كما تفضلت حضرتك بأن إسرائيل تعلم تماما ولديها معلومات أين يتواجدون تلاحقهم، هل ما يزال يمسك بزمام الأمور حزب الله؟ لا، حزب الله طبعا أنا بتقديري لا يمسك بزمام الأمور. أولا هذه الخارطة التي تكلمنا عنها يعني تؤكد أنه مخترق أو أنه مستهدف في أي مكان تواجد هو ومن يتبعه، هذه أولا. ثانيا يعني إسرائيل تستمر في هذا النهج باعتقادي أنها يعني مصممة على إنهاء يعني أو الدور العسكري والأمني في حزب الله في لبنان. ثالثا إسرائيل تتابع بنفس الوقت عملية التدخل البري من الدخول البري من الجنوب، وكم كل ما يقال عن أنه إسرائيل لم تتدخل لم تتمكن، هناك مقاومة قوية وشرسة، طبعا هناك مقاومة، هناك ناس يقاتلون ويحاولون يعني منعها من الدخول، لكن إسرائيل أصبحت في داخل لبنان، يعني صار في هناك حوالي 20 قرية في تحت السيطرة عليها، وبالتالي يتقدم. أول أمس كان رئيس أركان الإسرائيلي في الجنوب وتجول وصرح وزار مناطق وكذا، ونحن نستمر هنا في القول أنها لم تتمكن من الدخول وسنقاوم وسنصمد إلى آخره. يعني لا يمكن أن تقاومي يعني بمخرز آلة حرب إسرائيلية رهيبة يعني تكنولوجيا وتسلحا وفي الجو وفي الأرض وفي كل مكان. هذه المشكلة الأساسية التي نعاني منها. وبالتالي اليوم في خبر مثلا على سبيل المثال أنه نعيم قاسم نائب رئيس حزب الله، نائب أمين العام الذي بقي ويستمر ويظهر على الشاشة كل أسبوع 10 أيام مرة، أنه أصبح في طهران لأنه لا يثق بأنه ممكن أن يطال إسرائيل كما طالت مسؤولين وقياديين آخرين مثله.
طيب، كل هذا التوتر الذي تعيشه المنطقة، ليس فقط لبنان أو ما يعيشه لبنان، على وقع الانتخابات الأمريكية، هل الوقت اليوم يسعف إسرائيل لتحقيق أهدافها في لبنان بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الأمريكية أو حتى ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية؟ ايه طبعا بطبيعة الحال، هذا باعتقادي هذا هو العنصر الاساسي الذي يراهن عليه نتنياهو، انه هو امامه يعتبر ان امامه فرصة من الوقت متاح لانجاز ما يريد انجازه، وبالتالي الانتخابات بعد 3 اسابيع تقريبا 17 يوما، بالتالي هذه كلها، لانه ماذا يمكن ان تصنع اذا ارادت ان تفعل الولايات المتحدة، ماذا يمكن ان تفعل خلال 16 17 يوم المتبقية من الانتخابات الرئاسية؟ باعتقادي لا شيء، يعني أكثر من مواقف وبيانات وكذا. وبالتالي نتنياهو مستمر في معركته، أعتقد أنه يحضر أيضا لضرب لإيران قريبا، يعني صح، بهذه الفرصة، يعني طبعا منسقة مع الولايات المتحدة واضح بالنسبة لإيران يعني. ولكن لا أعتقد أن لبنان يمكنه أن يأمل بأي حل، ولا حتى وقف إطلاق نار. أعتقد أن لن يحصل وقف إطلاق نار في المدى القريب، لأنه وقف إطلاق نار هناك طرف واحد يعني يهاجم ويقاتل ويتقدم ويضرب، وليس هناك من يواجهه، وبعض المقاومة في يعني جنوبه كي التصعيد يوم سيد كيوان، هل هو مرتبط بإسرائيل فقط أو أيضا بإيران؟ يعني هذا هناك شكوك كثيرة كبيرة في لبنان حول دور إيران الآن، خاصة في الشهر الأخير، هناك شكوك كبيرة، لأن بالمقابل يعني لا نرى ردة فعل فعلا على ما يجري من قبل إسرائيل في لبنان، فقط بيانات مواقف، وبالتالي كمان قليل من البيانات مواقف. وثانيا أنه هم يصرون على الصمود، يعني جاء وزير الخارجية الإيراني إلى هنا، وجاء رئيس البرلمان الإيراني إلى هنا أيضا، والاثنين صرحا وطالبا حزب الله واللبنانيين بالصمود والصمود والصمود إلى آخر المعركة. طيب الصمود بماذا؟ يعني مثلا على سبيل المثال هناك تفصيل، يعني المقاومة في الجنوب يمارسها حزب الله في الجنوب ضد التدخل الإسرائيلي. طيب يقال معلومات يعني منتشرة تتوارد، يعني لست متأكدا منها، بس المعلومات تقول أنه القوات التي تقاتل أو تقاوم في الجنوب لا تواصل لها مع القيادة، لأنه ليس من هي القيادة الآن حزب الله، من يعلم من هي القيادة؟ وبالتالي ليس هناك تواصل بين القيادة والمقاتلين، وبالتالي يقاتلونهم لأنهم يعني هم هذا هو موقعهم وهذا هو دورهم وهذا هي وظيفتهم إذا جاز التعبير. ولكن في نفس الوقت يقال أن هناك خبراء إيرانيين أتوا لبنان، هم يقودوا المقاومة، يوجهوا المقاومة في الجنوب ضد إسرائيل. بالتالي يعني أمام هذه الضربة التي طالت حزب الله، الآن إيران تتدخل بالمباشر، سواء على المستوى الميداني أو على المستوى السياسي أو على كل المستويات. يعني بالأمس هناك فضيحة أصبحت في مقابلة أجراها رئيس البرلمان الإيراني في جنيف مع الصحفي الفرنسي لو فيجارو، قال فيها أنه مستعد إيران أن تفاوض مع فرنسا على 1901، القرار صحيح، 1901 وبدون قرار وجود أي طرف 1901 في لبناني، لبنان. يعني نعم كان بدون وجود أي طرف لبناني رسمي، إيران هي طبعا التي طبعا تحدثت. طبعا، لذلك أدت، رغم أن الطرف اللبناني الرسمي هو حليف حزب الله عمليا، رغم ذلك أدت إلى احتجاج رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على هذا الموقف، وطالب وزير الخارجية أن يسترع السفير الإيراني احتجاجا على هذا الموقف. وبالتالي نحن يعني في لا مسؤولية ولا إمكانية للمقاومة، ولا إمكانية للحصول حتى على وقف إطلاق نار باعتقادي الآن قبل الانتخابات الأمريكية. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة من بيروت، المحلل السياسي والصحفي سعد كيوان، شكرا جزيلا لك.